السؤال اللي يمكن طرحته على كذا ضيف وعايز اخد رايك فيه، هل موسيماني يستغل الفتره ديت ان احنا عندنا خلال الاسبوع اللي جاي ماتشين، ماتش في بطوله افريقيا وماتش في كاس مصر، ان يبدا يدخل اللعيبه وخاصه في رجوع بعض الاصابات، يدخل بقى اللعيبه ديت للمباريات ويبقى نكبر القماشه ونكبر العدد الجاهز للعيبه للمشوار الاقوى، وهو مشوار طبعا 7-8 ماتشات في الدوري، عندك مباراه ربع النهائي في الدوري الافريقي، عندك في مايو عندك السوبر الافريقي يوم 28/5، يعني عندنا يعني من ابريل لمايو مباريات كتيره جدا جدا. مباراة كبير جدا. ايه وجهه نظرك نعملها ازاي ان شاء الله عشان كل مباراه يبقى اداء كويس وكمان يكون في مكسب يعني؟ لا اكيد، هو اكيد مستر موسيماني هيحسم كل الامور دي، اكيد هيبدا يدخل ناس كتيره جدا من راجعه من الاصابه، يمكن شفنا المباراه اللي فاتت وليد سليمان، واكيد دي حاجه من الحاجات الايجابيه ان عوده وليد، اكيد علي معلول برده هتبقى من الحاجات الايجابيه اللي هتحصل الفتره الجايه، نصر ماهر بدا يبقى متواجد، كل دي يا كابتن لعيبه هتفرق كتير جدا معانا، خصوصا انت عندك ضغط دوري كاس، كاس مصر عندك ويمكن سوبر. بس انت جبت بعض الاسماء، انا برضو اتناقش معاك في بعض الاسماء. فضل. على سبيل المثال نتكلم على محمد الشناوي، محمد الشناوي ما شاء الله توب فورم، بيلعب مع النادي الاهلي مع المنتخب، هل اسماء ونتناقش فيها، هل ممكن جدا نشوف مثلا علي لطفي في مباراه سيمبا، نشوف علي لطفي في مباراه النصر في الكاس، ده جزء. الجزء الثاني بنتكلم على مجدي قفشه، مجدي قفشه برضو عنده كتير. يعني تمام. خلينا نتكلم في الاثنين دول عشان عندي اثنين كمان يعني هسالك عليهم. ماشي، نبدا بالشناوي. يمكن الشناوي علي طبعا ما شاء الله، يعني علي لطفي ما شاء الله يعني ولا كلمه، مفيش مشكله خالص يعني، ولكن من وجهه نظري ممكن مباراه افريقيا يلعب الشناوي ومباراه كاس مصر يلعب علي لطفي. اوكي، لانه يعني برضه ليه؟ لا مش ليه، هو برضه في يمكن الكابتن يعني ليه، واحنا بنقول اصلا ان انت كده كده اوريدي متاهل خلاص، مفيش مشكله، بس ولا عشان مركز حراسه المرمى مركز حساس لا يقبل عمليه الروتيشن؟ لا هي يعني مش الفكره، مش الروتيشن، هو بيبقى في مدربين والكابتن هاني بيعرف كده كويس جدا، وبيبقى حتى مع التغيير عنده خط الظهر بحارس المرمى بيبقى صعب جدا التغيير فيه، خصوصا هو برضه الفتره مش كبيره، الكلام ده الفتره كبيره اقدر ان انا اعمل روتيشن للعيبه كتير جدا، لكن حراس المرمى كمان بيبقى محتاج ان الحارس ما يبعدش كتير، الحارس او حتى لو المباراه بيلعب على طول ماشي كويس، لا الافضل ليه الاستمراريه، لكن ممكن لعيب في نص الملعب زي قفشه مفيش مشكله يبدا يريحه، لانه فعلا محتاج يرتاح، لعب مباراتين مع المنتخب، لعب مباراه مع النادي الاهلي ومباراه قبلها، فلا من وجهه نظري قفشه ممكن يرتاح مع وجود ناصر ماهر، مع وجود وليد سليمان ما عندكش مشكله خالص، فناصر ماهر ممكن ناصر يبقى موجود في المباراه الجايه، من وجهه نظري يبقى افضل ان ناصر يبدا ياخد، لانه بقى فتره بعيد. أوكي. مفيش مشكله يبدا، دي حسب وجهه نظر الجهاز الفني. أوكي. طبعا، بس لكن ياخد جزء من المباراه طبعا مهم جدا، لانك هتحتاجه ناصر كمان من اللعيبه المهمه واللعيبه المؤثره، وكان بقى له فتره غايب، فمباراه زي اللي كده اللي جايه مع مباراه كاس مصر يبدا يرجع يعني المستوى تمام. بتاعه ده من اللعيبه المهمه. عندنا مشكله في الباك الشمال، ايمن اشرف عنده انذارين تمام، وعلي معلول متعور وراجع من الاصابه، محمود وحيد متعور تمام. تفتكر مين الورقه؟ ما اعتقدش او ما اعرفش وجهه نظر برضو موسيماني، هل يبدا بايمن اشرف يكون في عمليه ريسك شويه لا قدر الله ياخد انذار يبقى بعيد عن مباراه دور الثمانيه، او يلاعب بيكهام مثلا على سبيل المثال وهو لاعب قبل كده؟ لا يعني وجهه نظري في الموقف ده او في اللعيب او في المركز ده بمعنى صح، مع غياب علي مع ايمن انذارين، يبقى الافضل انه يريح ايمن ويلعب بيكهام، لان طبعا مباراه مهمه للنادي الاهلي انه يكسب زي ما حضرتك قلت، الروح المعنويه او انه يحافظ على المستوى بتاعه، فوجهه نظري بيكهام يبقى موجود، بتامن نفسك بايمن عشان حتى لو علي لسه قدامه شويه يبقى عندك ايمن موجود في غياب محمود وحيد، يبقى بيكهام يبدا ولعب مباراه وادى فيها بشكل كويس جدا. صحيح. في الباك ليفت، فدي برضه مش هيبقى فيها مشكله كبيره باذن الله يعني.